السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا العملية تاع التجديد وإعادة التأهيل لفندق الهيلتون اللي يقع بمنطقة المحمدية، ذن واللي العملية هذه طولت بحيث أنه الأشغال بدأت هذه مدة حوالي 6 سنوات بعد ما أغلق الفندق هذا اللي كان واحد من أكبر الفنادق في الجزائر، واللي من يعني الفنادق صاحب يعني المارك العالمية يعني يعني علامة هيلتون اللي كانت من العلامات الأولى اللي دخلت السوق الجزائرية. وهذا الفندق افتتح في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي. إذن الآن بعد ما كان عنده سمعة طيبة في السنين الماضية، الآن راه قيد إعادة التهيئة والأشغال راهي بطيئة. وهنا نلاحظ فيه يعني جزء من الأشغال نتاع الرافالمونت فاساد نتاع التهيئة نتاع الواجهة انتهت، ما زالت الأشغال داخلية. ونزيد نروح نقرب للفندق هذا ونشوف يعني التفاصيل نتاع الأشغال هذه وين راهي واصلة، ونزيد إذا نافونسي نروح نشوف الداخل وش كاين يعني وين واصلة الأشغال هذه. وأترككم على كل حال تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو حول فندق الهيلتون اللي راح قيد التجديد. والسلام عليكم. Thank you.